كيبل اكسس نتورك ات ذا هيد اند. انا هسه لما احكي هيد اند انا بحكي عن جهه السيرفيس بروفايدر، يعني مصطلح الهيد اند هو عباره عن الجهه المقابله للسيرفيس بروفايدر او اللي هو الاند بتاع السيرفيس بروفايدر، اللي بعده انتقل لشبكه الاتصال بوصل لوين؟ للكستمر. At the head end signals from various sources. Communication is one way on the optical fiber. There is a pair of optical fiber from the head end to fiber nodes, each carrying one way traffic in the opposite direction. هسا احنا في الاوبتيكال فايبر حكينا انه عباره عن بير، تمام؟ بير عباره عن جزئيتين سلكين، السلك الاول تمام، الجزئيه الاولى تنقل باتجاه واحد، الجزئيه الثانيه تنقل باتجاه عكسي اللي هي اب ستريم وداون ستريم. There is a pair of optical fibers from the head end to the fiber node, each carrying one-way traffic in the opposite directions. The optical signal is then converted to an RF, the radio frequency, at the fiber node and travels over the coaxial cable in duplex mode. As the optical signals اللي بتيجي على the optical fiber بتم إلها تحويل اللي هي down converted تتحول لراديو frequency signal. تمام، هاي الراديو فريكونسي سيجنال تنتقل وين؟ تنتقل على الكوأكسيال كيبل اللي هي مرحلة الانتقال من الفايبر للكوأكسيال كيبل. لما احكي دوبلكس مود بحكي انه انا في عندي ترانسميت مود وريسيف مود هي اللي هو مبدا الدوبلكس. The signal that goes from the head end to customer premise is called downstream. تمام، هذا اللي حكينا عنه downstream signal، لما يكون الاتصال من الهيد اند للكستمر، يعني انه انا وصلت الكستمر هي بسميها داون ستريم سيجنال. And the signal going from the customer premises to head end is called upstream signal. Outbound signal over the coaxial cable differs from the baseband signal over a pair of wires. في عندنا فرق ما بين broadband وbaseband. شو هو الفرق؟ يقول لك the broadband signals over the coaxial cable، تمام، تكون على الكلاسيكال كيبل، تختلف عن البيس باند سيجنال الموجوده وين؟ على البير اوف وايرز. The base band signal is transmitted over a short distance of up to few kilometers. البيس باند سيجنال نستعملها على الارسال على مسافات قصيره جدا. The coaxial cable is shared access medium and is designed to carry signal up to tens of kilometers. الكوأكسيال كيبلز تمام عباره عن shared ميديم. هسه اذا حدا عمره طلع على الكوأكسيال كيبل بلاحظ انه في عندنا الجزئيه الاولى سلك نحاسي مغلف بماده بلاستيكيه، بعدين في عليه اللي هو الشبكه الضوئيه، تمام. هسه هذا الكيبلز هو عباره عن مشترك بعمليه الارسال والاستقبال، ايضا بيساعدنا لعمليه الارسال لمسافات طويله جدا عشرات الكيلومترات. The signals is amplified on the way in both directions. نفس السيجنال اللي تنتقل على الكوأكسيال كيبل يتم لها تضخيم amplified، تمام، في الحالتين، في حاله الارسال والاستقبال. يعني لما احكي the signal is amplified معناته يتم لها تضخيم وتقويه، تمام، on the way in both directions سواء downstream او في upstream. The duplex mode of communication is achieved by transmitting in the low frequency band of من 5 ل 42 ميجا هرتز. يعني الدبلكس مود كيف تميز ما بين عملية الإرسال والاستقبال سواء ما بين downstream أو upstream من خلال الفروقات على الفريكونسي لكل سيجنال. downstream الفريكونسي تاعتها بتكون عالية جدا، مقدارها ما بين 50 ل 860 ميجا هرتز، وال upstream الفريكونسي تاعتها تكون قليلة جدا اللي هي ما بين 5 و 42 ميجا هرتز. حتى أميز ما بين كل سيجنال والثاني ما يصير في عندي عملية تداخل ما بينهم. At the customer premises there is a network interface unit اللي هي ال NIU أو network interface device اللي هي NID، موجود وين؟ هذا عبارة موجود من جهة الكاستمر أو من جهة المستخدم، يكون في عنده device هو الانترفيس هذا، تمام. وظيفته the analog signal is split at NIU
الام اي او بقسم السيجنال اللي واصله له، سواء هل هي سيجنال خاصه في التي في او سيجنال خاص بالداتا اللي هي النتورك اللي بتروح وين؟ عندي السي ام اللي كيبل مودم. بعدين السي ام ذا سي ام كونفيرتس ذا ديجيتالي موديليتد انالوج كارير سيجنال تو ان ايثرنت اوتبوت، يحول عندي ديجيتال سيجنال لا ايثرنت سيجنال اللي هي خاصه بالانترنت وشبكه الاتصال اللي موجوده عندي. طبعا هذا الكلام كله حطه عندي بالرسم هاي، او الرسم هاي موضح حب الكلام اللي حكيناه فوق. نلاحظ هون هذا عباره عن شبكه الاتصال اللي هو وهي السيرفيس بروفايدر. نلاحظ الهيد اند انه تكون طبعا السيرفيس بروفايدر تكون وان او تكون اللي هي الاي اس بي، تمام. تنتقل عندي على الفايبر اوبتكس، تمام. في عندي الفايبر نقطه، نلاحظ انه في عندي بيرس، تمام. في عندي الفايبر نود، الفايبر نود طبعا هاي بتحول عندي الى تحول على كوأكسل كيبل، هذا عباره عن كوأكسل كيبل، هذا عباره عن عندي امبليفاير اللي هو بيعمل امبليفاير للسيجنال كان بيقويها من الاخر. بعدين وين بوصل؟ بوصل عندي للكستمر اللي هي اول نقطه بوصل الى الان اي يو اللي بحولها عندي من الكوأكسل، ماشي. توصل عندي وين؟ بالكيبل مودم اللي هو السي ام. طبعا الان اي يو بيعمل سبليتنج للداتا او لهي السيجنال، تمام. وصل عندي الداتا الخاص او السيجنال الخاص للكيبل مودم اللي هي الداتا اللي هو السي ام، والسي ام بيعمل لها كونفيرت ايضا ديجيتالي كونفيرت، بتوصل لوين؟ للايثرنت. هنا كمان نفس الشيء، هذا يعني هذول عباره عن نظام الكستمر. بنلاحظ ان كان الانترفيس كمان ان اي يو بينهم كيبل مودم. طبعا هنا الان اي يو بنلاحظ ايضا هنا عمل سبليت للسيجنال، شيء راح كداتا اخذ كيبل مودم اللي هي عباره عن انترنت داتا او انترنت سيجنال او داتا سيجنال، والسيجنال هذه عباره عن كي في سيجنال اللي هي عباره عن الاشاره المرئيه اللي هي تاعت تي في. كان ايضا نفس الحكي اللي احنا حكيناه، لكن هذا حكي سلايد نفسه، والله حكي سلايد عباره عن شيء مختصر كثير، يعني صعب الواحد يفهمه هيك بهذا الوضع. احنا سهلنا لكم الشرح اللي فوق اللي هو بوضع يعني مثلا مبدا عمل رسمي. الهيد اند سيجنال فروم مالتيبل سورسز مالتيبلكسد، نفس اللي بقول لك مالتيبل سورسز اللي هم اكثر من سيرفيس بروفايدر. فريكونسي كونفرجن فور لوكال سيجنال اللي هي عمليه تحويل السيجنال نفسها، تمام. تنتقل للفايبر والفايبر نود هو اللي بحولها. الترافيك فلو نوع الترافيك اللي يكون داون ستريم او اب ستريم. داون ستريم اللي هو هيد اند تو ان اي يو هو من شركه اتصال او سيرفيس بروفايدر حتى يوصل للان اي يو، يعني بهذا الاتجاه هذا عباره عن داون ستريم. الاتجاه المعاكس هذا عباره عن الاب ستريم اللي هو من ان اي يو للهيد اند. نتورك انترفيس ديفايس اللي هي الان اي دي او اليونت الان اي يو. Differentiation point between customer network and service provider network. Cable modem. تمام اللي هو RF Ethernet Voice over IP and PD. اللي هي الداتا اللي بتنتقل عندي وين؟ على الكيبل مودم، واللي بعمل لها conversion للإيثرنت داتا.